عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنبتدي سلسلة الكحك والبسكوت بتاع العيد ان شاء الله، وهنبتدي بأول وصفة معانا هي البيتي فور. هنعمل بيتي فور بطريقة سهلة جدا وهيطلع ان شاء الله دايب وجميل، وهنطبقه مع بعض وهيبقى سهل جدا. هنشوف المقادير معانا. المقادير انا هكتبها لكم بالظبط بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف أسفل الفيديو. معانا 280 جرام دقيق اللي هم كوبايتين دقيق، معانا 180 جرام زبدة، كوباية إلا معلقتين زبدة، معانا معلقتين كبار سمنة بلدي أو 40 جرام سمنة بلدي. اللي انا شلته من الزبدة هو السمنة، تمام. معانا بيضة كبيرة، معانا 70 جرام سكر بودر او نص كوباية سكر بودر. لو انا هعمل بالكوباية يبقى هي كوباية واحدة اللي هشتغل بيها كل المعيار. لو انا هعمل بالجرام وده انا يعني بحبه اكتر، يبقى هنوزن زي ما احنا قايلين، تمام. ومعانا طبعا فانيليا. هنبتدي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. نبتدي اول حاجة هنحط الزبدة اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليها السكر البودر، وهنقلبهم كويس مع بعض. انا بس قلبتهم علشان لما اضرب بالمضرب الكهربائي ما السكر يبقى مندمج مع الزبدة، ما يبقوش كل حاجة السكر الاقيه طار من لوحده والزبدة لوحدها، تمام كده اما تقلبه. طيب لو في حالة ان انا ما عنديش مضرب كهرباء، هشتغل يا بالسباتيولا احاول اتنيني اعملهم لحد ما يبقوا كريمي، او بالمضرب اليدوي. يبقى احنا عندنا الحاجتين. هنحاول ننزل بقى كده. ونضرب الاتنين مع بعض. دلوقتي احنا ضربنا الزبدة بتاعتنا اهي مع السكر لحد ما لونها افتح كده وبقت كريمي اكتر. هنبتدي دلوقتي نحط السمنة بتاعتنا. السمنة ليه انا حطيت سمنة محطيتش كله زبدة؟ حطيت السمنة لان السمنة اولا بتدي طعم حلو جدا للبيتي فور، وفي نفس الوقت كمان هتحفظ لي البيتي فور انه يعيش اكتر من الزبدة لوحدها. الزبدة اللي احنا مستعملينها يا اما زبدة نيوزيلندي يا اما زبدة فرن، منصحش باي انواع تانية، يا زبدة نيوزيلندي يا زبدة فرن. تاني حاجة، الزبدة البلدي بتاعتنا اللي هي البيضة دي مش بتنفع في الحلويات خالص، يعني مينفعش ان انا عندي زبدة بيضة اقوم استعملها، لا غلط. ولا السمنة البيضة، يا اما زبدة نيوزيلندي ومسيحينها سمنة، يا اما زبدة فرن، يا اما الاتنين مع بعض، يا اللي انتوا تحبوه. بس لو هنستعمل زبدة غير الزبدة النيوزيلندي يبقى فرن وبس. دي انا بقول لكم عن يعني عن تجربة عشان ما نعملش الحاجة وتتعبنا وفي الاخر نلاقي طعمها مش حلو. هنضرب بقى السمنة مع الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ضربنا الزبدة والسكر وبعدين حطينا السمنة، بقت كريمي خالص زي الكريم شانتيه. هنبتدي عندنا البيضة. البيض زي ما انا قلت قبل كده ياريت نستعمل بيض اورجانيك،
ابيض مش احمر، تمام؟ هتبقى هو حجمه بيبقى كبير، فعندنا البيضة اهي، هنحط عليها الفانيليا. وهنضربهم مع بعض. كده بعد ما ضربنا الخليط اللي عندنا كله والبيضة اختفت تماما، البيضة لازم تبقى بره التلاجة، لازم تبقى بره التلاجة مدة يعني كبيرة، ما ينفعش اخدها من التلاجة على الزبدة، هتفصل وهتبوظ لي الدنيا، تمام؟ احنا كده هنبتدي نحط الدقيق. عندنا الدقيق، الدقيق بتاعنا هيبقى دقيق كحك وبسكوت. انا استعملت دقيق دوبيلا بتاع الكحك والبسكوت، تمام؟ هناخد الدقيق، لازم ننخله، لازم ننخله معانا زي الكيك. عندنا رشة ملح صغيرة على الدقيق، رشة خفيفة، تمام؟ نقلبها كده وهنبتدي نحط الدقيق معانا واحدة واحدة ونقلبه بالراحة. تمام، ونقلب كده. بعد ما قلبنا الدقيق كله في الزبدة هنبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل اللي عندنا ده كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونضرب. كده العجينة بتاعتنا اهي، بعد ما عجناها كويس، ومش بنضربها قوي، يعني هي مجرد ما بتختلط مع بعض خلاص. نسقعها في التلاجة ممكن من 5 لـ10 دقايق، طبعا نغطيها كويس ونسقعها من 5 لـ10 دقايق. يفضل ان انا اما اشتغل في البيتي فور ما اشتغلش في جو حر، يعني ما يبقاش المطبخ عندي البوتاجاز شغال واحنا في الظهر والفرن شغال، ما ينفعش. اخلص تشكيل البيتي فور كله وبعدين ابتدي واسوي. احسن وقت ان انت تشتغلي في البيتي فور فيه اللي هو بعد الفجر، الجو بيبقى حلو جدا، الجو مش حر، لسه الشمس ما طلعتش، ده احسن وقت ان انت تشتغلي فيه. لكن لو انت هتشتغلي الظهر او العصر في الوقت الحر، النتيجة مش هتبقى مضمونة، وهيفصل الزبدة عن الدقيق وهيتعبك جدا، تمام؟ يبقى احنا كده العجينة جاهزة عندنا اهو، هنسقعها من 5 لـ10 دقايق وهنبتدي نشوف هنشكلها ازاي مع بعض. كده القمع اللي عندي ده رقمه 6B، مشرشر وسنونه رفيعة، فيه طبعا اقماع كتيرة ممكن ان احنا نشتغل بيها. انا حطيت القمع في كيس حلواني وحطيت العجينة في كيس تاني لوحدها. هنبتدي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل اول شكل معانا، بنضغط ونسحب لفوق، بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط ونسحب لفوق، بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط ونسحب لفوق. ده اول شكل معانا. في شكل تاني، الاول الصاج ده انا دهنته بزبدة خفيف جدا ومسحتها بمنديل، تبقى حاجة خفيفة جدا. عندنا شكل تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، نسحب نسحب ونعمل وردة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نسحب ونعمل وردة. تمام، ده شكل تاني معانا. في شكل برضو اللي هو زي الكمتراية، بناخد العجينة كده ونطلعها كده من هنا،
نمشي حتة ونطلعها كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونطلع كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل كده تمام. اي شكل يعجبكم فيهم هنعمله. اهم حاجة اما انا خلصنا الاول، قبل ما اعمل فستاج لازم اعمل عينة في صينية صغيرة في الفرن، لازم، لان ممكن اي تبقى محتاجة سن الدقيق، نوع الدقيق اللي انا بستعمله، ما اشربش السمنة قوي، فلازم اعمل عينة اشوفها هتطلع زي ما هي ولا هتفرش معايا. هنسويه على درجة حرارة 160. يفضل ان انا قبل ما ادخله الفرن ان انا احطه يسقع في الفريزر 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما ادخله الفرن. طبعا الفرن انا حاطة صينية مية في على سقف الفرن، صينية او صينيتين على حسب مساحة الفرن عندك، لازم تبقى قعر الفرن كله فيه مية. هبتدي اطلع الرف فوق درجة حرارة 160، هندخله لمدة 10 دقايق، وبعدين هنشوف هنكمل سواه ازاي. بالنسبة للبيتي فور الشوكولات، نفس المقادير اللي احنا مشينا بيها في البيتي فور الفانيليا، اللي هي الزبدة والسمنة والبيضة، وضربناهم لحد ما بقوا كريمي معايا. عندنا الدقيق، وهنزود عليه كاكاو اسباني غامق. الكاكاو ده منخول والدقيق منخول. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كده على الدقيق. دول 3 معالق كبار، انا عشان هو غامق انا هشوف لحد ما اظبط اللون يتظبط معايا. احنا ضربنا الفانيليا الاول وبعدين بنضرب الشوكولاته عشان مش هينفع نضرب بعديها. هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم ونضرب. كده كل شوية بحط بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. هنشوف اللون، انا اللي بيحب، في ناس بتحب الشوكولات تقيلة شوية يعني طعم الشوكولات باين قوي، هتحط الشوكولات يبقى لونه غامق. في ناس بتحب الشوكولات خفيفة او مظبوطة تحط، وطبعا بيرجع لحسب نوع الكاكاو اللي احنا مستعملينه. انا بفضل الكاكاو الاسباني الغامق. طبعا في انواع كاكاو كتير، بس احنا يعني نراعي ان احنا نجيب نوع كويس عشان ما يبوظش الشغل بتاعنا. هنكمل ونشوف مع بعض. دي العجينة البيتي فور الشوكولات جاهزة. انا خدت 3 معالق الكاكاو الكبار، زبطوا معايا اللون اهو. برضو هنسقعهم 10 دقايق ونطلعهم، نشكلهم زي ما شكلنا الفانيليا، وبعدين نجم نسقعهم. لازم يتسقعوا، لازم السجاد بعد ما تتشكل تتسقع في الفريزر لمدة 10 دقايق، وبعدين فرننا 160، وهنشوف هنسويه ازاي على مرحلتين علشان البيتي فور يعيش معايا ويبقى طعمه يجنن. وهنشوف مع بعض طريقة التسوية. دلوقتي البيتي فور بتاع اهو، بعد ما دخلناه اول 10 دقايق في فرن درجة حرارته 160-170، طبعا بعد ما جمدناه في الفريزر الاول اهو، بطلعه بعد 10 دقايق واسيبه 5 لـ7 دقايق برا الفرن، والفرن عندي شغال، او بدخل باقي الصاجات، يعني اخرج الصاج وادخل الصاج اللي بعده، اخرج صاج وادخل الصاج اللي بعده تمام. هنسيبه من 5 لـ7 دقايق، وبعد كده نجيب درجة الحرارة نظبطها على 160، وندخل البيتي فور تاني للمرة التانية في الفرن لمدة 10 دقايق تانيين، وبعد كده بنطلعه.
ان شاء الله هتاكلي احلى بيتي فور. طريقة السوا دي انا دايما باكد عليها في البسكوت، في الكحك، في المنين. احنا عملنا المنين بعجوة وعملنا المنين السادة وبالشمر مع بعض. الطريقة دي في السوا مهمة جدا جدا جدا. حذاري حذاري ان انتي تسيبي البيتي فور من اول ما دخلتيه لحد الاخر ياخد لون، هتبقى مشكلة كبيرة، هتبقى مشكلة كبيرة بجد. هيبقى ابيض من حتة ومحروق من حتة، وهتبقى ريحته مش حلوة زي ما انا بقولك كده. ياريت نراعي التكنيك ونراعي الخطوات مع بعض مظبوط عشان نوصل لجودة حلوة قوي، لان احنا دافعين خامات وتعبانين في الحاجة، فعايزين ناكل حاجة ممتازة بفضل الله. يبقى انا كده هسيب ده عندي اهو لمدة من 5 لـ7 دقايق، ونرجع ندخله تاني على درجة حرارة 160 او 150 لو الفرن بتاعك حامي قوي، ونشوف بعد ما يخرج هيبقى عامل ازاي. ده البيتي فور بتاعنا بعد ما دخلناه للمرة التانية، طلع لونه ما شاء الله اهو. بصوا اللون، لونه تحفة، ريحته في منتهى الجمال. بنسيبه لحد ما يبرد خالص، ما نجيش جنبه، يعني ما حركش البتيفورة في الصاج ولا امسكها الا لما تبرد خالص. بعد ما تبرد خالص هنشوف ان شاء الله هنزوق البتيفور بتاعنا ازاي، وهنشوفه شكله النهائي ازاي. دلوقتي بعد ما البيتي فور بتاعنا برد خالص، سيبناه يبرد خالص وخلصنا الكمية كلها، ما عملش وعدة زي لا انا اخلص كل الكمية بتاعتي تسوية وبردها والمها في صينية واقفلها بالاسترتش لحد ما اجي اقعد اجهز وعدة زي كله مرة واحدة. وبرضو نراعي ان احنا لما نيجي نزين في وقت ما يبقاش حر زي ما احنا قلنا قبل كده. عندي للتزيين عندنا بندق محمص ومطحون، لوز محمص ومطحون، عندنا جوز الهند، عندنا شوكولاتة بني بالحليب، دي شوكولاتة دريم بالحليب، احلى شوكولاتة، شوكولاتة دريم بالحليب، وعندي شوكولاتة دريم بيضة، وعندي مربى، المربى اللي استعملتها مربى حلواني، وانا انصح بيها عشان تلزق معاكي ما تسحش. مربى حلواني نوعها نظيف جدا وكويسة جدا، مربى حلواني مشمش. تمام، هنشوف مع بعض هنعمل ازاي. هنجيب كده، انا عندي المربى حطيتها في قمع صغير وفي كيس حلواني. تمام اهو، هحط نقطة وعندي التانية اهي بلزقها عليها. نعمل واحدة كمان اهي، نقطة وبلزق كده. تمام، سهل خالص ما فيهوش حاجة. هحط بقى في الشوكولات، عندي احط الفانيليا في الشوكولات الغامق كده وفي البندق اهو، وعلى ورق زبدة اسيبه الشوكولاتة تنشف خالص اهي. كده نعمل بقى نلزق شوكولات اهي، سهل جدا ما فيهوش حاجة. طبعا ريحته في منتهى الجمال، احلى من لما نشتريه من بره، وعامل معانا كمية كبيرة جدا اهو. هنحط كده في الشوكولاتة البيضة وفي اللوز اهو،
تمام. نعمل كمان واحدة، او نعمل واحدة شكل تاني اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اللوزة اهي الشوكولاتة، معلش سايحة معايا شوية عشان هي سخنة علشان التصوير. تمام كده اهو، بسيب ده كله يهدى خالص ويبرد معايا، وبعد ما يبرد نبتدي نشيله ونغلفه. عندي برضو اهي اللي بجوزة الهند دي شكل وردة، فانا ما حطاها فرداني مش لزقها في حاجة، وعملاها في الشوكولات وعملاها في جوزة الهند، شكل معانا برضو جميل اهو. تمام. طبعا بعد ما بنخلص كل الكلام ده نسيبه الشوكولاتة تنشف خالص وتبرد عليه خالص، بنحطه عندنا في حاجة بنحفظ، في حاجة ستانلس او حاجة ألمونيا او حلة صاج، ما نحطش في بلاستيك ولا كرتون، يعني ما نحطش الحاجة، ما نحفظش الحاجة لا بلاستيك ولا كاس ولا كرتون. لو فرض في علب جاهزة اللي هي متسلفانة دي، تمام، هنحط كيس بلاستيك فيها من تحت، وهنحط كيس بلاستيك او ورقة زبدة من فوق، وهنقفلها كويس. لكن الافضل ان انا في البيت ان انا احط الحاجة في ستانلس، صواني ستانلس زي اللي انا حاطة فيها دي، او اتخلكوا ده كده عشان تشوفوا اهو، صواني ستانلس كده او صواني ألمونيا، او لو عندي صاج اي حاجة معدن، واغطي بستريتش وما احطهاش في حاجة فيها ضوء او شمس، طبعا تبقى بعيدة عن الضوء وعن الشمس وعن الكلام ده. هتفتحوا الحاجة تلاقوا ريحتها حاجة تانية خالص، تحفة تحفة والله. يعني انا ان شاء الله انتوا هتجربوا وهتتأكدوا من اللي انا بقوله ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان نكمل الكحك ان شاء الله والبسكويت بتاع العيد، ونكمل بقية الحاجات ويوصلكوا كل جديد. وما تنسوش لايك للفيديو، وكل سنة وانتم طيبين، ونتقابل ان شاء الله في الكحك بإذن الله، أحلى كحك دايب من إيد الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.